الحديث في أول جلسات تداول هذا الأسبوع في الأسواق العالمية. ضيفتي في الاستوديو السيدة لينا قنوع، محللة أسواق عالمية في مجموعة إكويتي جروب. أحييكي. أهلا بك. يعني لاحظنا في أعداد الإصابات والوفيات المرتفع، يبدو أننا ما زلنا في خضم الجائحة وهذا يلقي بظلاله للتأثير على التعافي الاقتصادي. النفط هل هو الذي يدفع الثمن أكثر من غيره، وخاصة مع تقويض فرص زيادة الطلب عليه؟ نعم، بالنسبة للنفط مع ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا ربما نتيجة هذه الارتفاعات وخاصة في الهند، وعم نشوف الارتفاعات أيضا في باقي دول العالم، فهذا بيأثر بشكل كبير على تعافي الطلب على النفط. ونحن شهدنا في خلال الفترة الماضية كيف الإغلاقات الاقتصادية التي كانت في أوروبا سببت بشكل كبير تراجع في الطلب على النفط، والهند تعتبر من الدول المستهلكة للنفط، وأكيد سوف يتأثر الطلب على النفط. لكن أريد بالنسبة للنفط ربما يعني نشهد يعني نوعا ما حالة من التذبذب وربما بعض الانخفاضات رغم الارتفاعات التي حصلت خلال الأسبوع الماضي، سوف نذكر السبب فيما بعد هذه الارتفاعات التي حصلت، لكن بعد ذلك ربما الارتفاع ربما تتوجه أسعار النفط نحو الارتفاع نتيجة التوقعات والبيانات الاقتصادية الإيجابية من تحقيق النمو الاقتصادي، فربما نتيجة النمو الاقتصادي نشهد أنه عودة للارتفاعات. لكن الآن المخاوف من ارتفاع عدد الإصابات وخاصة في الهند والتي تعتبر من دول المستهلكة سوف تضغط على أسعار. طبعا WTI هو 63 دولار، لو بقينا فوق تلك المستويات نحن ممكن نشوف مستويات أعلى من ذلك. ولو تراجعت عدد الإصابات ولم يكن في إغلاقات اقتصادية ربما نشهد مستويات 70، لكن لو عدنا للإغلاقات الاقتصادية ربما سوف نشهد بعض الضغط. نرجع للعوامل الجيوسياسية. تتوتر العلاقات الأسبوع الفائت بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا. روسيا تعد من أكبر الدول أيضا الخمس المستهلكة للنفط. غير عن ذلك أيضا المجال كان مفتوح لتجارة بينية نوعا ما وإن كانت مع المنطقة الأوروبية. إلى أي حد تعتقدي أنه هذا الملف سيوتر العلاقات الأمريكية، سيضغط أيضا على الأسواق والمزاج العام للأسواق؟ نعم، إذا تحدثنا عن العقوبات الأمريكية الصينية وخاصة سوف تمحضر شراء السندات الروسية بالتالي في 14 من يونيو المقبل، وأيضا سيكون هناك رد لمسؤولين، تم رد مسؤولين أمريكيين مسؤولين روس، وأيضا قامت بعدة يعني عقوبات من أبرزها ربما 32 شخص كان معنوي واعتباري، وأيضا ردت روسيا في ذلك بحظر الشركات الأمريكية وأيضا طرد عدد من المسؤولين الأمريكيين ومن دخول أراضيها. كل هذه التأثيرات تلك العقوبات الأمريكية الروسية أو التوترات نقول السياسية الأمريكية الروسية سيكون لها تأثير سواء على عدد أسواق، نحن نتحدث عن النفط، نتحدث عن الذهب، نتحدث عن الروبل الروسي. بما أننا كنا نتحدث عن النفط، النفط يعني الإنتاج الروسي ارتفع بشكل كبير ووصل إلى تقريبا الإنتاج الروسي من النفط ومكثفات الغاز وصل 10.5 مليون برميل يوميا. دائما أن القائمة يأمل الولايات المتحدة الأمريكية روسيا والسعودية، نعم، هم بيتبادل الأدوار. نعم، بما أنها هي خامس دولة من تعتبر من الاحتياطيات تشكل تقريبا 6.3 من الاحتياطيات العالمية، فبالتالي أي توترات أمريكية أو أي عقوبات الصينية ربما ستمارس أو أي عقوبات أوبك بلس حتتأثر. نعم، بما أنه هي الحليف بما أنها تعد يعني منذ الاتفاق التاريخي من عام 2020 تعتبر حليف لأوبيك بلس، فبالتالي ربما هذه العقوبات تبتد إلى الصادرات النفطية، ولهذا السبب شهدنا بعض الارتفاعات على أسعار النفط. ولو اشتدت هذه العقوبات ربما نشهد المزيد من الارتفاع. يعني عنا عقوبات أمريكية روسية، وأيضا بالمقابل عم نشوف الارتفاعات في عدد الإصابات في فيروس كورونا، وأيضا تأثيراتها على الروبل الروسي وعلى الذهب. التعافي الاقتصادي بشكل عام. طب خلينا نروح لينا على الأسواق الأمريكية. شفنا الفيوتشرز اليوم أو شفنا العقود الآجل تشير إلى تباين. نرجع من جديد نتكلم عن أرقام قياسية في وول ستريت. موسم إعلان نتائج ديفيدنس عندك وتوزيعات وأرباح قوية تسجلها البنوك الأمريكية. لأي حد أنت شايف أنه وول ستريت ستستمر أيضا بهذا الارتفاع؟ وهل في قطاع معين تعول عليه أنه هو الذي سينهض
في الربع الأول من هذا العام بعد انقضاء الربع الأول من هذا العام هو الذي سيدفع المؤشرات إلى المزيد من الارتفاع. بالنسبة لأسواق وول ستريت، وانت شفتي المؤشر المستويات القياسية اللي وصلنا لها، سواء لمؤشر داون جونز 34,000، مؤشر ناسداك 14,000، وأيضا الإس أند بي 500 وصل لمستويات تاريخية. هذه الارتفاعات اللي عم بنشوفها أولا بسبب التعافي الاقتصادي، المؤشرات الإيجابية اللي عم تأتي عم تدعم في ثقة في الأسواق، هناك شهية لأخذ المخاطر. أيضا إذا عم نتوقع البنوك المركزية النتائج الأعمال في الربع الأول من عام 2020، خاصة ذكرتي في تقريرك عن البنوك البنوك كيف جاءت فوق التوقعات، وبالتالي هذا يعد من التعافي الاقتصادي الداخلي. إذا نظرنا إلى صندوق النقد الدولي وتوقعاته، أيضا عم بيتوقع أنه النمو في الولايات المتحدة الأمريكية 6.5%، الفدرالي الأمريكي بتوقع 6.5%، وإذا نظرنا إلى صندوق النقد الدولي 6.4%. فقوة النتائج بالنسبة خاصة للقطاع البنكي هو دليل على التعافي الاقتصادي الداخلي. فبالتالي هذا بيأثر على أنه نشوف مع ترقب لنتائج البنوك التي تظهر من كوكاكولا وأيضا جونسون أند جونسون، اليوم كوكاكولا وأيضا جونسون أند جونسون أيضاً ونتفليكس، وكل هذه التأثيرات سوف يكون لو جاءت فوق التوقعات يكون تأثيرات واتجاهات صاعدة على أسواق الأسهم أنه تستمر. نعم. بالتأكيد طبعا أكيد لازم نذكر أنه أسهم قطاع التصدير حتستفيد من تراجع الدولار لفترة مؤقتة من الوقت. أشكر حضورك معنا وتحليلك أيضا لأداء الأسواق العالمية. ضيفتي سيدة لينا قنوع، أنت محللة أسواق عالمية في مجموعة إكويتي جروب. شكرا لك.